بودكاست عبود ماكسينج وسواد، عن بعد خطوة هنالك حيث أنت وهنا حيث أنا، عن بعد خطوتين تفصيلنا عن بعض. من المبادر الآن لا يهمني ذلك، نعم أسرعت بتهور وشغف كبير. فقد كانت خطوة واحدة، أزحت العقل والمنطق جانبا، وكانت تلك الكتلة العضلية المحتجزة بداخل أضلعي من تتحكم بمسار تلك الخطوة. أعمل بصيرة من سواك أذاني، وأنا بصير كفيف القلب إيماني. أمنت قصرا بحبك تابعا قلبي، فوجدت نفسي في خذلان كتماني. لم أكن أعلم ما هي تلك الخطوة بالتحديد، كلما أردت هو الاقتراب فقد كان العرض مغري. نعم إنها خطوة فقط تفصلني عنها، ما الذي أريده بعد؟ عم صمت وسواد بداخلي، فجأة وسكنت دقات قلبي المتداخلة، وكان هنالك همسة ضعيفة لا صدى لها. لم أعرف محتوى تلك الهمسة ولم أعلم مصدرها. كل ما يهمني أن أصل إلى نهاية المسار المفعم بتلك الأرصفة النظيفة والأزهار النرجسية. قد يتساءل البعض، كيف للخطوة أن تتحول إلى مسار وطريق طويل جدا؟ نعم إنها خطوة عادية بأرض الواقع، ومسار طويل وعميق ومتسلسل بداخل تلك الأوردة المتصلة بالعواطف والمشاعر. ذهبت وتجاوزت تلك الخطوة بالفعل، انتصرت من ذلك الضجيج والسواد الذي بداخلي. يا الله كم تقتل للوصول إليك. أنا ذا معلنا وصولي، وقد أعددت قصائدي الغزلية من بحور الشعر مجتمعة جمعتها بالرغم من تحيزها، فلكل بحر مجازه وتفصيله، إلا أني صغتها غزلا وحبا لك، عادت الكثير والكثير. فأين أنت؟